السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أنا أيمن الشواتفي معاكم في الحلقة الثانية من سلسلة شرح الـ CCNA Service Provider، الجزء الأول منها الـ SPNGN1. زي ما أشرنا المرة اللي فاتت، أنتوا طبعا هتتابعوا السلسلة ديت على جروب All Cisco Labs على الفيسبوك أو على التشانل الخاصة بالجروب على اليوتيوب نتورك سيت. برضو تقدروا تتابعوا السلسلة بتاعتنا على الجروب او البيج الخاص بي انا ايمن الشواتفي اللي اسمها كونفيجر بلوج. هتلاقوا التشانل برضو بنفس الاسم على اليوتيوب. طيب، تفكرين المرة اللي فاتت كنا وصلنا او كنا بدأنا الحقيقة في البرزنتيشن الاولانية خالص، بدأنا فيها، دخلنا فيها شوية صغيرة، ما طولناش الحقيقة، وصلنا تقريبا لغاية السلايد دي. لو كنتم متذكرين كان الموضوع لسه في المرحلة اللي أنا بحب أسميها المرحلة الأدبية، لسه بناخد فكرة عن النتورك. احنا قلنا انه منهج الـ NA Service Provider ملوش رسميا prerequisites، فبالتالي بيفترض ان انت اول مرة تتعامل مع النتورك، عشان كده يمكن تلاقوا الكلام شوية في الأول هيكون بسيط. دي كانت آخر سلايد بصينا عليها بسرعة كده. كانت السلايد اللي بعد كده بتقول Interpreting a Network Diagram. الفكرة عايز يقول لك لما تشوف رسمة زي كده، رسمة نتورك، هتفهم ايه، او بمعنى اخر عايزك تبقى فاميليار اكتر باللوجو، بالايكونز اسف بتاعتهم، بالطريقة اللي بيستخدموا بيها الكيبلز. الكيبل ده معناه ايه؟ الكيبل ده معناه ايه؟ خلينا نبص بصة سريعة كده. لما بنشوف بي سي واصل بشكل بالمنظر اللي انت شايفه دوت، معناه ان البي سي ده واصل وايرلس، اتاتشد وايرلس على اكسس بوينت. الاكسس بوينت دي في الغالب بتبقى واصله وايرد على سويتش، بقول في الغالب لان في سيناريوز ممكن ان الاكسس بوينت نفسها يكون الاب لينك بتاعها وايرلس، ده وارد، لكن انا بقول في الغالب الاكسس بوينت بتبقى واصله وايرد على سويتش. السويتش ده برضو ممكن يكون واصل عليه دايركت بي سيز او سيرفرز. الكيبل الستريت ده معناه انه ايثرنت كيبل، لكن لو شفت كيبل بالمنظر ده اللي فيه الاشاره اللي هي شبه اشاره الكهرباء دي، ده معناه ان ده كابل سيريال كيبل. عشان كده حتى لو انت ملاحظ هتلاقي ان الانترفيس هنا اسمه اس 0 على 0، اسم الانترفيس ده سيريال 0 على 0، ده اس 0 على 1، سيريال 0 على 1. كيبل زي كده لما بتشوف المنظر ده معناه ان ده، او ده معناه ان الكابل ده كابل فايبر كيبل. ممكن الفايبر كيبل ده يكون بيوصل ما بين سويتش وسويتش، سويتش وراوتر، يعني يمكن حتى في الاونه الاخيره ظهر الفايبر تو هوم، انه واصل على لغايه البيت في فايبر، مش بس ما بين الديفايسز بتاعه السيرفيس بروفايدر. فممكن يكون فايبر ما بين السويتش والراوتر، او ما بين الراوتر والراوتر. ايه تفرق ايه حاطط سهمين هنا وحاطط سهم واحد؟ بص، سهمين بمعناه ان اللينكه دي بروتكتد فايبر لينك او بروتكتد فايبر كونكشن. بروتكتد يعني اللي فيه مين وفي باك اب، لو المين اتقطع الباك اب هيفضل لسه شغال. بروتكشن الفايبر ده موضوع حوار، يعني مش عايزين ندخل نفسنا فيه، لكن باختصار شديد دي معناها لينكايه بروتكتد، دي لينكايه معناها ان بروتكتد، يعني لينكايه واحده لو اتقطعت انت هتضطر تنتظر لما تتصلح، مفيش لينكايه باك اب تشيل الداتا بتاعتك. ده لوجو راوتر المعتاد، ده لما بتشوف راوتر وعليه المنظر ده معناه ان ده برود باند راوتر. برود باند راوتر يعني ببساطه شديده هو الراوتر اللي عندك في البيت اللي بتستقبل عليه خدمه الاي دي اس ال، ده بنسميه برود باند راوتر، او الفي دي اس ال لو انت عندك في دي اس ال، يعني وات ايفر الدي اس ال مودم او البرود باند تكنولوجيز عموما.
ده الراوتر اللي بتستقبل عليه الخدمه دي بيحتاج كابابيلتيز معينه. الراوتر ده بالمناسبه بيحتاج كابابيلتي انه الانترفيس اللي فيه بيدخل عليه دايركت الكيبل الدي اس ال. انت لازم تتخيل ان الفيزيكال ميديا اللي جايه عليها خدمه الاي دي اس ال او الفي دي اس ال، الفيزيكال ميديا دي سلك كده شبه سلك التليفون، جاي عليه شكل معين من اشكال الكهرباء. الراوتر العادي ما فيش انترفيس اساسا موجود على الراوتر العادي يستقبل منك الكلام ده. الكلام ده ما ال 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 كبر سلك النحاس بتاع المصريه للاتصالات او اي شركه اتصالات اللي هو شبه سلك التليفون ده، ما فيش انترفيس على الراوتر يقدر يستقبله، لا انترفيس البيث ال ار جي 45 ولا الانترفيس السيريال ولا الانترفيسز المعتاده للراوتر او للسويتش يقدر يستقبل الكيبل ده. عشان كده برود باند راوتر مي بي مين انه الراوتر ده عنده انترفيس يقدر ياكسبت الشكل ده من اشكال الكابر ميديا. يعني اظن الرسمه كده الى حد كبير بقت واضحه. كلاود مكتوب جواه انترنت، معناها الانترنت، معناها انت دونت كير ايه اللي ورا ده، انت ده المنطقه اللي انت بتكير بيها وسام هاو هتقدر تخرج من هنا على الانترنت. عادة بنرسمها بنرمز بيها للانترنت سيرفيس بروفايدر. يمكن هنا برضو اكسس نتورك عايز يقول لك انه هو في الحقيقه ما فيش دايركت كيبل كده ما بين البرود باند راوتر ده وما بين البي سي ده، يعني سام هاو هنا في ترانسميشن ديفايسز ربما تكون اس دي اتش، يعني في تفاصيل انت ما يهمكش او هو مش عاوز يشير اليها، فبيعبر عن انه في تفاصيل ما هياش مذكورة هنا، بيعبر عن التفاصيل دي بالكلاود اللي انت شايفه ده. بشكل بسيط كده نبص ازاي على الرسمة. لما تشوف اي بي ادرس زي الاي بي ده كده مرسوم هنا، ده معناه ان ده ايثرنت سويتش. انا كده هدخل بقى في الاي بيز والكلام ده لسه هيجي قدام، لكن على كل الاحوال لما بشوف اي بي هنا الاي بي ده معناه ان ده الاي بي اللي هنوزع منه من الرينج ده على كل الهوستس دول. الهوست ده الانترفيس ده يعتبر هوست، السيرفر ده هوست، البي سي ده هوست، اللابتوب ده هوست، الانترفيس ده كمان يعتبر هوست، السويتش ممكن نديله اي بي لحاجه اسمها المانجمنت عشان اقدر اتعامل معاه هو لما احتاج اعمل له كونفيجريشن مثلا. سيبك من الكلام ده، يعني ايه كونفيجريشن اساسا؟ ايه اللي جاب سيره الكلام ده؟ مش مهم، لسه الكلام ده جاي قدام، احنا لسه بنبدا بس نبص على رسمه بالشكل دوت ازاي. فهمنا ايه من الرسمه؟ فهمنا ان الراجل ده عنده سويتش، السويتش عليه ناس واصله دايركت وعليه اكسس بوينت، في وايرلس يوزرز واصلين على الاكسس بوينت، السويتش ده طالع منه كابل فايبر بروتكتد عشان يروح على راوتر، طالع منه كابل ايثر نحاس كابر رايح على انذر راوتر، لكن الانذر راوتر ده برود باند راوتر. كل الراوتر ده عنده لينك سيريال على راوتر تاني وعنده لينك فايبر على راوتر تالت هيطلع بيه على الانترنت. الفايبرايه دي كانت ان بروتكتد. ده بس كده يعني نظرة سريعة على الرسمة. resource sharing functions and benefits، وكأنه عاوز يقول لي هي ايه الفايدة من ايه فايدة النتورك اساسا؟ طيب ما احنا قلنا المرة اللي فاتت الفايدة الرئيسية من النتورك ان احنا هنعمل sharing لل resources. ال resources دي ممكن تبقى data applications، ممكن تبقى network storage يعني مجموعة كبيرة من الهاردات، هارد ديسكس كتير قوي محتاجين نسيف عليها كميه داتا كبيره، ممكن تبقى باك اب ديفايسز بنخزن عليها باك اب من الكونفيجريشن بتاعه السيرفرات الراوترز السويتشز وات ايفر. في الاخر هو عاوز يقول لي بنعمل نتورك ليه يا شباب؟ عشان نشير الريسورسز. الريسورسز دي يعني كل حاجه موجوده في النتورك ممكن نعمل لها شير. هي دي الفايدة الكبيرة من وراء فكرة النتوركينج عموما.
طيب يعني الابليكيشنز السيسكو بتتوقع ان اليوزرز في النكست جنريشن هتبقى بيستخدموها الويب براوزنج، الانترنت اكسبلورر، الفايرفوكس، الجوجل كروم. يعني مش بقول لكم سلايد ادبيه يعني اخر 37 حاجه زي ما الناس بتقول. انستنس مسجنج، سكايب، الاي او ال، جوجل توك، الياهو. يعني دي الابليكيشنز اللي متوقع انها تكون بتستخدم بكثره. بس هو بقى هيبدا يكاتيجورايز الابليكيشنز دي. دي يمكن النقطه المفيده ان كل ابليكيشن من دول الترافيك بتاعه له بيهيفير معين، وانا هحتاج اكون فاهم البيهيفير ده وحطه في دماغي. يعني في ابليكيشنز كده هيسميها الباتش ابليكيشنز، خصوصا الابليكيشنز اللي بتعمل داونلود FTP TFTP التورنت maybe تعتبره كده، حاجة اسمها inventory updates. عارف يعني inventory؟ inventory الكلمة دي عموما كده ممكن تترجمها الى مخزن، بس يعني في المعتاد بتستخدم لما نبقى عاملين database مثلا حاطين فيها الكومبوننت والاكويبمنت، محتويات المخازن، عدد العملاء، كل عميل واخد دايره سرعتها قد ايه. دايره ايه؟ دايره دي، دايره دي يا شباب اكسبريشن كده بنستخدمه اكتر مع خطوط الليز لاين او الاي وانز ميبي. يعني كلمه دايره دي لو تعاملت مع السنترالات والجهات الحكوميه هتسمع كلمه دايره دي كتير. يعني داتا بيز زي ما قلت متخزن فيها. الداتا بيز دي لما بتحب تعمل ابديت بيبقى شكل الترافيك كده ايه؟ باتش. عارف يعني ايه باتش؟ يعني مره واحده كميه ضخمه جدا من الترافيك هتترمي. طيب ممكن نقعد بعد المره ديت ساعه ساعتين ثلاثه خمسه مفيش ترافيك خالص، ويرجع بعد 6 ساعات، بعد 12 ساعه يعمل ابديت مره ثانيه، هتلاقي كميه ضخمه جدا من الترافيك. صفة الترافيك ده انه الباندويث امبورتنت، لان هو بيسند كميه كبيره من الترافيك زي ما احنا بنداونلود من التورنت او من اف تي بي سيرفر او الانفنتوري ابديتس دي اللي بتحصل. لكن هي الحقيقه نوت كريتيكال. يعني هو يعني ايه الازمه اللي هتحصل لو ان اثناء ما احنا بنسند الانفنتوري ابديتس دي حصل شويه كونجيشن، وبدل ما احنا كنا هنسندها في 10 دقائق وصلت في 13 15 دقيقه؟ الحقيقه مفيش حاجه كريتيكال هنا، مفيش مشكله، الدنيا هتمشي. وده يمكن الريزن الرئيسي فيه ان نو دايركت هيومن انتراكشن، يعني مفيش انسان قاعد مستني الكلام ده يخلص عشان ياخد عليه اكشن. لا، عادي، هو اديت الاوردر وهتسيب الاوردر، هتسيب الابديت يحصل، هتسيب الداونلود يحصل، ما فيش حاجه كريتيكال مترتبه على ان الاكشن ده ينتهي. النوع الثاني من الابلكيشنز اللي بيحب يسميه انتراكتيف ابلكيشنز، الابلكيشنز اللي فيها انسان، زي البني ادم اللي قاعد يعمل انفنتوري انكويريز اند داتا بيز ابديتس. يعني هو قاعد يطلب داتا معينه من السيرفر يجيبها له، عايز يتاكد ان هل في صنف معين موجود في الستوك ولا لا، السنترال الفلاني عندنا في كميه بورتس فاضيه نبيع لكام عميل لسه، الاب لينك عندنا هناك كميته قد ايه، طب نعمل ابديت ولا ما نعملش. كل الكلام ده ممكن يعتبر انكويري انفنتوري. ايه انا قلبتها، صدقوا انفنتوري انكويري. طيب ليه مسمي حاجه زي كده انتراكتيف ابلكيشن؟ لان في هيومن قاعد هو اللي طلب الانكويري ده، والحقيقه الهيومن ده هيدنه قاعد مستني الريزلت. Because a human is waiting for a response. Response time is important but not critical. Unless the wait becomes excessive. يعني ايه؟ يعني مهم ان انا قاعد متوقع ان انا دوست انتر، عملت الانكويري بتاعي، ان الريبلاي هيجيني مثلا خلال 30 ثانية. والله مش ازمة كبيرة لو بقى 40 ثانية 50 ثانية دقيقة يا عم، بس اكيد هبقى متضايق جدا لو ال 30 ثانية بقوا 5 دقايق.
فهي الباندويث مهمه والريسبونس تايم مهم، لكن ستيل نوت كريتيكال. هتبقى كريتيكال امتى؟ لو بقى الموضوع زايد قوي، اكسسيف بقى زايد قوي. لكن الحقيقه في ابلكيشنز ثانيه بيسميها الريال تايم ابلكيشنز زي الفويب او الفيديو، الفويس او الفيديو. الفويس او الفيديو مشكلتها انه نوت اكسبتد ابدا، ان انت مثلا اجي اتكلم الكلام يوصل بديلي للطرف الثاني. بتشوف فيديو داخل في فيديو كونفرنس، مش بتكلم على الفيديو ستريمينج، الفيديو ستريمينج ربما يكون اشبه بالانتر اكتف ابلكيشنز، لكن فيديو كونفرنس بالذات الفيديو كونفرنس بمنتهى البساطه صعب جدا والله. حتى الفيديو ستريمينج يعني بلاش تفكروا في الستريمينج على انه اليوتيوب اللي احنا بنوقفه وتسيبه يلود وتشتغل شويه وبعدين تبقى ترجع له، لا. احيانا في ناس مثلا بتبقى عندها واخده تي في اوفر اي بي، يعني تخيل هو طالب مثلا برنامج معين يتفرج عليه وقاعد وسايب الدنيا كلها عشان يتفرج على البرنامج، وكل شويه البرنامج بيوقف يلود، حاجه في منتهى الرخامه يعني. يعني عموما الفويس او الفيديو تعتبر من الريل تايم ابلكيشنز. ريل تايم ابلكيشنز يعني في هيومن تو هيومن انتر اكشن، في اتنين قاعدين قصاد بعض، الريسبونس مهم لما يطلع من هنا يوصل للطرف الثاني ات تايم وكانه في نفس اللحظه. الاند تو اند ليتنسي كريتيكال، الليتنسي التاخير، التايم الديلي حاجه كريتيكال جدا، لازم يبقى في رينج معين ما يزيدش عن الرينج دوت عشان يبقى السيرفيس اكسبتد. يمكن لما هنتعرض للكواليتي اوف سيرفيس هتلاقينا اكتر بنقول انه معظم الابلكيشنز اللي بتستخدم الكواليتي اوف سيرفيس هي الفويس او الفيديو، دي الحاجات اللي احنا بنبقى مهتمين نعمل لها كواليتي اوف سيرفيس عشان نقدر نديليفر نسلم السيرفيس بتاعتنا بال required SLA بال required service of level agreement. وانا استكمل رحلة السلايدز الادبية، mobile access, residential access, business access، شفنا الكلام ده كله. service layer mobile services, video services, cloud services، وبعدين ال IP infrastructure. IP infrastructure نفسها access aggregation IP، كل ده ايه كلام ادبي جدا. سيسكو بتقول انه النتورك هي عباره عن شويه ابلكيشنز، والابلكيشنز دي في سيرفرز بتهندلها، وفي انفراستراكشر بقى البنيه التحتيه اللي فوق منها بتمشي الابلكيشنز والسيرفيسز. يمكن لاير السيرفيسز دي تقدر تعتبرها مثلا، تعالوا لو ضربنا مثال بال حد بيعمل فيديو سيرفيليانس، يعني عنده مراقبه بالكاميرات لمكان ما، فلير الابلكيشن دي اليوزر والبرنامج اللي اليوزر فاتحه عشان بيشوف الاستريمنج اللي جاي من الكاميرات. لكن لير السيرفيس لو انت مش عارف ان في سيرفرات معموله عشان تخزن الاستريمنج بتاع الكاميرات، الاستريمنج القديم، في سيرفرات معموله عشان تهندل السويتش السويتشنج اللي اليوزر بيعمله ما بين كاميرا لكاميرا، في سيرفرات معموله عشان خاطر ريكوست اليوزر لما اليوزر يريكوست انه يزوم على مكان معين او انه يحرك الكاميرا والزاويه بتاعتها. اللاير اللي فيها سيرفر بيسميها سيرفيس لاير، ميبي تكون هي الفكره وضحت كده. لكن كل ده في الحقيقه سيرفر ويوزر قاعد على بي سي بيستخدم السيرفيس. لكن في انفراستراكشر بقى، في بنيه تحتيه، في passive infrastructure وفي active infrastructure، في كابلات وفي ركات وفي باتش بانلز، النقط اللي في الحيطه، وفي الباتش بانلز اللي بتتحط جوه الركات، في حاجات فيزيكال في الموضوع. وفي بقى الاكتف انفراستراكشر، في سويتش، في الاجريجيشن لاير اللي اتكلمنا عنها، قلنا الفايبر والترانسميشن، في الاي بي ايدج، وفي الكور. كل ده برضو كلام ادبي قوي قوي قوي. هو هنا يعني هياخد الانفراستراكشر لاير الاخرانيه اللي تحت دي وهيفردها شويه اكتر هنا عشان دي الرسمه اللي احنا شفناها من شويه،
ما فيش جديد الى الان. طيب احنا تقريبا يعني اوشكنا على الانتهاء من البرزنتيشن الاولانيه. عايز يقول لي ان الخواص عموما كده بتاعه النتورك، كلام ادب يا شباب، اوعى حد في انترفيو يتخيل ان في انترفيور محترم هيقول لك قول لي ايه هي الكاركترستكس اوف ا نتورك ويبقى مطلوب منك انك تعد له السبعه دول. مفيش كده في الدنيا يعني، ده كلام ادبي قوي، بس عارف زي ما يقول كده بيفتح المواضيع، بيفتح الكلام كمقدمه للفيلد اللي انت داخل عليه. لكن الاسئله بقى والانترفيوز لسه في الديتيلز اللي احنا هنشوفها ان شاء الله مع بعض. يعني لما اجي ابص على النتورك انا محتاج اعرف هو التوبولوجي بتاع النتورك دي الرسمه بتاعتها شكلها ايه، السبيد، السرعات، الكوست، التكلفه، السكيورتي، الافيلابيلتي، السكيلابيلتي، الريلابيلتي، يعني معظم الكلمات مألوفة بالنسبة لكم. availability يعني النتورك متاحة وقت قد ايه، نسبة انها الداون تايم الى الاب تايم او الى التوتال تايم. يعني مثلا حد بيروح يشتري سيرفيس بيقولوا له احنا والله هنمضي معاك على availability 99%، معناها ان احنا بنضمن لك انه 99% من التايم الكونكشن بتاعتك تفضل قايمة. في اعلى من كده، في ناس بتمضي اس ال اي سيرفيس ليفل اجريمنت 99.5 او 8 او 9. سكيورتي النتورك دي والله انا بامنها ضد النوع معين من انواع الاتاكس، لكن النوع الثاني لا انا مش قادر. السكيلابيلتي يعني قد ايه النتورك دي افيلبل او فلكسبل انها يحصل لها تطوير او انها تكبر في المستقبل، هي ينفع ازود لها يوزرز اكتر من العدد الحالي ولا لا. يعني ممكن في بارامتر زي كده الناس تفكر مثلا هي السويتشات البورتس اللي فيها فيكسد 24 بورت بس، ولا عندي والله بورتات مثلا مودولر ممكن احط موديول، والله هو الراوتر فيه بورتات فاضيه الاكستنشنز تاني ولا لا، فيها كروت فاضيه ولا لا، اقدر اغير ابديت ابجريد، هو الراوتر ده بيسبورت انواع ايه من انواع الكروت، على قد الكارت اللي موجود دلوقتي اللي هو اخره 2 بورت مثلا، ولا اقدر اشيل الكارت ده في المستقبل واحط كارت تاني 4 بورت. فكره السكيلابيلتي. الريلابيلتي قد ايه النتورك دي ما بتعملش ايرورز في على الداتا اللي موجوده، الداتا بتوصل في وقتها. ممكن في نفس الوقت تفكر برضو في الموضوع الافيلابل تايم، يعني الريلابيلتي والافيلابيلتي ممكن يكون ما بينهم وبين بعض اوفرلاب الى حد ما. هيفصل في البرزنتيشن في الموضوع بتاع التوبولوجي، الرسمه بتاعه النتورك، كل دايره من الدوائر الزرقاء دي تقدر تعتبرها ديفايس. والحقيقه مش هتفرق تفكر هو الديفايس ده راوتر ولا سويتش ولا بي سي، مش هي دي الفكره. الفكره هو عايز يكلمك على سكيل اوسع من كده. يعني افترض يا سيدي انهم بي سيز، افترض ان الديفايسز دي بي سيهات، عاوز يكلمك والله لو عندي 4 بي سيهات وواصلين مع بعض بالمنظر ده كده، الكوميونيكيشن بينهم وبين بعض هيكون شكله ازاي؟ طب لو واصلين كده، طب لو واصلين كده، طب مين احسن، طب مين ايه ميزه وعيب كل واحد في دول. خلينا نبص سريعا. هيكلمني على حاجه اسمها لوجيكال توبولوجي، بس الحقيقه انا مش عاجبني الطريقه البرزنتيشن الجديده دي شرحها بيها فكره اللوجيكال توبولوجي. خليني انا هكلمك عن اللوجيكال توبولوجي بس بعد دقائق لما نبص سريعا على التوبولوجيز كلها. الباست توبولوجي، الباست توبولوجي ده حاجه كانت موجوده بجد زمان، كان في زمان فيزيكال نتورك اسمها باست توبولوجي، بمعنى بيجيب كيبل كبير كده، الكيبل ده هيحطه في النص، هو بيسميه الباس كيبل، الكيبل الاساسي اللي في النص ده، ثم مثلا يجي على جهاز كمبيوتر هنا ويركب كارت في جهاز الكمبيوتر، الكارت ده بيطلع منه كابل، الكابل ده يعني بيرشقه هنا في الكيبل الرئيسي في الباص ده. بيرشقوا ازاي؟ كان في زمان حاجات كده يعني شبه المشبك، الكلام ده كلام قديم قوي قوي قوي. وكان في طريقه تانية ان هو يبلد الباص توبولوجي دوت. خليني انا كان عندي رسمه، خليني هعمل بوست للفيديو واطلع لك الرسمه واوريها لك حالا.
يمكن هي دي الرسمة اللي أنا كنت بقول لكم عليها. مش لازم يطلع كابل من البي سي يوصل للكابل الباص، لأ، كان في حاجة اسمها تي كونكتور. التي كونكتور ده هيركب في كارت اللان اللي موجود في البي سي، وهيطلع من التي كونكتور ده بقى تو كيبلز يمين وشمال، وكأن الباص نفسه بيعدي جوه التي كونكتور ده، وهو مفيش كيبل بقى كبير ولا حاجه، مفيش كيبل هيطلع من البي سي للكيبل الرئيسي، هي مجرد الحته الصغنونه دي. لكن عند اخر نقطه في الكيبل، في الباص كيبل، كان لازم بيحط حاجه اسمها ترمينيتور. الترمينيتور ده لو الناس فاكره من دراسه الالكتريكال سيجنال، انه كان السيجنال لو ماشيه في باص توبولوجي، مش اقصد باص، اسف، في كيبل، خصوصا الكيبل ده كان كواكسل كيبل، ان الكيبل لو ماشيه في كواكسل كيبل ووصلت لنهايه الكيبل، والنهايه دي كانت نهايه مفتوحه، احتمال انها تنعكس مره ثانيه وانها تسبب نويز بقى وتبوظ السيجنال الاصليه، فكان بيحط ترمينيتور في الاخر عشان يمتص السيجنال ما ترتدش مره ثانيه تبوظ السيجنال اللي هي ماشيه بتاعت الداتا الطبيعيه. يمكن ده كان صورة كده كنت حابب اوريها لكم للباست توبولوجي، صورة من التراث يعني. هو هنا حب يمثل لموضوع الترمينيتور بالجزئية اللي في اخر الرسمة دي. تمام. اكتر حاجة حابب اقول لك عليها بخصوص الباست توبولوجي كالاتي. تخيل ان يوزر زي كده بيسند داتا، الداتا ديت في ادرس مكتوب فيها ديستنيشن ادرس، يعني مثلا لو كل واحد من دول من البي سيز دول له عنوان، ده 1 ده 2 ده 3 ده 4، دي مش 4 خالص، 4 5 وده 6. طيب لو فرضنا ان 1 ده بيسند داتا وكاتب الديستنيشن ادرس بتاع 5، هل انت متخيل ان الداتا فعلا هتخرج من 1 ل 5 بس؟ لا، الحقيقة ان الديتا هتوصل على كل حتة، لان ده عبارة ببساطة شديدة عن سلك، ما يقدرش يميز هو انت كنت بتبعت الداتا لمين، ولا في حد هيقرأ اصلا الادرس ده، سلك الباص ده مجرد سلك. كل الناس هتشوف الديتا، كل الناس هتبدأ تقرأ الديستنيشن ادرس. فايف هو لما يقرأ الديستنيشن ادرس هيقول اه والله ده انا المقصود، انا هاخد الداتا ديت، الباقيين هيجي يقروا الديستنيشن ادرس، هي لو مش بتاعهم يفترض لو البيهيفير بتاعهم بيهيفير طبيعي ان هم هيعملوا ديسكارد للديتا دي. بالمناسبه وانت اكيد متخيل كده، طيب لو حصل ان اتنين هيسندوا في نفس الوقت، هنا هيحصل حاجه بنسميها كوليجن. كوليجن يعني تصادم، التصادم انه ما ينفعش احنا الاثنين نتكلم في نفس الوقت والا هتحصل كوليجن هنا. الفكره دي فكره ان في ميديا وفي وسط، والوسط ده شيرد بيننا كلنا، كلنا ممكن نتكلم وكلنا ممكن نستقبل، بس في الحقيقه مش في نفس الوقت. انا هتكلم انت تستنى، انت هتتكلم انا هستنى. السلوك ده او النوع ده من انواع الكوميونيكيشن بيسموه هاف دوبلكس، يعني مش هنقدر نتكلم انا وانت في نفس الوقت، لكن احنا الاثنين نقدر نسند ونريسيف لكن في ديفرنت تايم. ده لو اللينكاية زي ما قلنا، لو الكونكشن او الكوميونيكيشن دوت نوعه هاف دوبلكس. طيب مشكله الكوليجن اللي ممكن تحصل، هو ناش عرفني ان انت بتبعت ولا لا؟ ما احنا ممكن انا اجي ابعت انت في نفس الوقت تبعت، انا ما اعرفش ان كنت تبعت انت بتبعت ولا لا. عملوا بروتوكول كده احيانا، رغم ان الموضوع ده قديم قوي، بس لسه برضو احيانا ممكن تقابله في انترفيو او في امتحان، اسمه سيزما سي دي. بروتوكول اسمه سيزما سي دي، كارير سينس مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن. تعالوا ناخد واحدة واحدة. كارير سينس، كارير يعني حامل، الحامل يعني الميديا، الوسط، البص، من الآخر الكابل البص، الكابل الرئيسي، الكابل البص، ده اسمه كارير. سينس يعني هأتحسس كده، هبص على الكابل. مالتيبل اكسس يعني كلنا هنقدر نأكسس الكيبل ده او الكارير ده. في الحقيقة السي دي كوليجن ديتكشن يعني هنكتشف حدوث الكوليجن. طب تعالى ارجع لي مره تانية للسيزما،
للكارير سينس مالتيبل اكسس. من الاسم كده انا قبل ما هسند هسنس الكارير، لو لقيته مشغول مش هسند، لو لقيته فاضي اسند. ده فكره الايه سينس. طيب كولاجن ديتكشن، طيب ما هو وارد يا باشمهندس اتنين في نفس اللحظه بيحاولوا يعملوا سند، فوارد برضو ان الكولاجن يحصل. طيب لما يحصل الكولاجن معناها ان الداتا اللي كانت مبعوته باظت، معناها ان الراجل الريسيفر هيستقبل حاجه بيسميها جاربج، يعني اي كلام كده ما هياش داتا حقيقيه. لما حد بيستقبل الجاربج ده لاي كلام ده بيبدا يسند مسج كانوا بيسموها زمان الجام سيجنال. الجام سيجنال دي هتعرف الراجل الترانسميتر ان الداتا اللي هو باعتها باظت وحصل لها كوربشن باظت، لكن وهينه هيبعت مره تانية الداتا. طبعا مش اول ما هيبعت، مش اول ما هيستقبل الجام سيجنال دي هيبعت مره تانية، لان كان في اتنين بيبعتوا في الحقيقه والاتنين الداتا بتاعتهم حصل لها كوليجن، فالاتنين هيستقبلوا الجام في نفس الوقت. هما الاتنين يرجعوا يبعتوا مره تانية في نفس الوقت، كده حصل كوليجن مره تانية. عشان كده لا، في الحقيقه كل واحد فيهم بيستنى راندوم تايم ويسنس الكارير. من الصعب جدا ان الراندوم تايم بتاعهم هما الاتنين يطلع متساوي، ففي الغالب هيطلع الراندوم تايم مختلف، واحد فيهم هيبعت قبل التاني، التاني لما الراندوم تايم يخلص بتاعه هيجي سنس الكارير اللي ايه مشغول، ينتظر شويه لغايه ما الكارير يفضى، ينتظر راندوم تايم ويسنس مره تانيه وهكذا، لغايه ما يلاقي الكارير فاضي يبدا يسند هو اتس ديتا. دي كانت فكره الباس توبولوجي، واللي هي يعني بنسبه 99.99% ما عادتش موجوده في الحقيقه بالمنظر ده بشكل الباس توبولوجي ده. توبولوجي تاني بيسميه الرينج توبولوجي، ان الديفايسز دي واصله مع بعض في رينج، في دايره. الرينج دي ممكن تبقى سنجل رينج وممكن تبقى دوال رينج. دوال رينج عشان البروتكشن، سنجل رينج عندها مشكله انها عندها سنجل بوينت اوف فيلير. لو انت ملاحظ في السنجل رينج ديت السهم بيمشي في اتجاه واحد بس، وكانه عايز يقول لك دايما الداتا هتمشي في الاتجاه ده. ايه ده يا باشمهندس؟ يعني لو الراجل ده عايز اكلم الراجل ده، انت عايز تقول لي ان الداتا هتلف كده وما هياش هتمشي كده؟ في الحقيقه زمان كان في تكنولوجي اسمها التوكن رينج، كانت دي فكرتها فعلا. فكرتها انه زي ما تقول كده في فيرتشوال بوكس، في صندوق وهمي كده. الفيرتشوال بوكس ده كانوا بيسموه التوكن، اي حد والتوكن ده بيقعد يلف على كل الناس اللي موجوده في الرينج. اي حد عايز يسند داتا بيحط الداتا بتاعته جوه التوكن ويكتب الادرس اللي الداتا دي المفروض توصل لها، كل يوصل الداتا سي خارجه من ده عايزه توصل لده، هيجي يقرا لا مش عايز توصل ده دايركت، لا قول عايزه توصل للراجل بعيد زي كده مثلا، ماشي. هتوصل للاولاني، الاولاني هيقرا الادرس، هيلاقي الادرس لا ده الادرس ده مش بتاعي، يقوم واخد التوكن بعته للي بعده، اللي بعده هيقرا الادرس هيلاقي الادرس مش بتاعه يبعتها للي بعده، اللي بعده هيقرا الادرس يلاقي الادرس بتاعه. هياخد كوبي من الداتا، لان ممكن الحقيقه الادرس ده يكون يمثل كذا واحد منهم. هنسمع بعد شويه عن حاجه اسمها برودكاست او مالتي كاست، يعني ادرس واحد يمثل كذا بي سي. فعشان كده الراجل اللي بياخد كوبي من الداتا ما بيفضيش التوكن، ما بياخدش كات او لا بياخد كوبي. كمان بعد ما هياخد كوبي هيبقى في فلاج، يعني زي ما تقول كده زرار او خانه اللي بياخد الداتا بيعلم انا استلمت، عشان لما يوصل التوكن للراجل الانيشيتور اللي هو كاريت الداتا دي اصلا هيبدا هو يفضي التوكن ويبعت التوكن فاضي عشان لو في حد عاوز يستخدمه. عيب السيناريو ده الخطير جدا انه سنجل بوينت اوف فيلير، جاست ان واحد يقع، اي لينكايه تقع كل النتورك واحد. بيقترح حاجه تانية بس معمول فيها نوع من انواع البروتكشن. يمكن الرسمه اللي على الشمال دي اقرب للتكنولوجي القديمه اللي كان اسمها توكن رينج. ستار توبولوجي ده الرسمه المالوفه واللي احنا غالبا الدنيا شغاله بيها دلوقتي. في ديفايس موجود في النص، كل الناس واصله على الديفايس اللي في النص ده. لو فرضنا ان الديفايس اللي في النص دوت مثلا هو سويتش، فده معناه ان الديفايسز اللي حواليه واصلين
عليه، لان دول بي سيز مثلا، فالبي سيز دي كلها واصله على السويتش اللي في النص. الحقيقه هنا مفيش سنجل بوينت اوف فيلير، لو لينكايه زي دي اتقطعت ستيل كل الناس قادره تكومنيكيت مع بعض. السنجل بوينت اوف فيلير الوحيده هي السويتش ذات نفسه، مش لازم يبقى سويتش، ممكن يبقى راوتر والناس اللي حواليه دي مجموعه سويتشات او مجموعه راوترات او وات ايفر، مش هو ده البوينت يعني. لكن ستار معناها، او ستار دي احيانا بيسموها ليها اسم تاني هاب اند سبوكس، الراجل اللي في النص ده بيسموه هاب، مش ده مش معناه انه هاب ديفايس، لان ممكن بعد شويه نسمع ان في ديفايس اسمه هاب، لكن لا ما اقصدش الديفايس اللي اسمه هاب، اقصد انه احيانا بيسموا الديفايس اللي في النص هاب والديفايسز اللي حواليه سبوكس. فالتوبولوجي الستار توبولوجي ده له اسم تاني بيسموه احيانا هاب اند سبوكس. وده المش توبولوجي، مش توبولوجي يعني كل الناس واصله مع بعض، احيانا بيسموها فول مش، لما فعلا بدقه كل الناس واصله مع كل الناس، او احيانا بيسموها بارشال مش، يعني والله احنا تقريبا كل الناس واصله مع يعني، لكن يعني ما فيش دايركت لينك ما بين الراجل ده والراجل ده، لكن الحمد لله بينه وبين ده، بينه وما بين الاثنين اللي جنبه دايركت لينك. الراجل ده ما شاء الله عليه عنده دايركت لينك مع كل الناس، دي اسمها بارشال مش، يعني مش قوي، بس هي بارشال مش، مش جزئيه، مش جزئيه، ده مش دي مش بتاعه النفي، مش اللي هي مش تفر. طيب بيتسال احيانا، حتى احيانا بيتسال في فوازير كده، يعني بيقول لك لو راجل، لو 10 رجاله داخلين قاعه، ال10 سلموا على بعض، في كام عمليه مصافحه تمت؟ هي بالظبط لو جيت اقول لك عندي 10 سويتش واصلين على بعض، كل سويتش واصل على كل السويتشات التانية، ما تقعدش بقى تعد لي تقول لي الاولاني سلم على 9 والتاني سلم على 9، بس كان منهم الاولاني يبقى نخصم الاولاني يبقى 9 زائد 8. لا احنا مش هنقعد نعمل كده يا باشمهندس، حضرتك احنا عدينا المرحله دي بكتير. في معادله بسيطه قوي، لو عندي مش توبولوجي عاوز اعرف عدد الكونكشنز اللي فيه، او عندي حفله فيها ناس عايز اعرف عدد السلامات اللي حصلت جوه الحفله، بمنتهى البساطه عندي ان في ان ناقص 1 على 2 هيقول لك عدد العمليات التصافح، اسف عدد اللينكات اللي موجوده في النتورك، ان في ان ناقص 1 على 2، ان دوت هو عدد البني ادمين اللي موجود في الحفله او عدد النودز اللي موجودين في النتورك. مش عارف فاضل غير سلايد واحده قبل ما اتكلم عنها، عايز ارجع للحته بتاعه اللوجيكال توبولوجي عشان دي حاجه مهمه قوي. تعالى كده اوريك سيناريو حاجه، تعالى انا هعمل حاجه زي كده، خليني اعمل انا سلايد جديده وعشان اقعد ارسم فيها براحتي، محدش يقول لي حاجه. طيب ايه رايك كده، تخيل معايا ان انا عندي ديفايس في النص، اوكي؟ طيب الديفايس اللي في النص ده هيوصل عليه في الحقيقه مجموعه ديفايس، موصلهم انا بالشكل ده. لما اجي اسالك يا باشمهندس هو التوبولوجي دوت انهي نوع من انواع التوبولوجيز اللي انت شفتها من شويه، ما اعتقدش ان انتوا هتتخانقوا كتير مع بعض، يعني بسهوله هنوصل لان ده ستار توبولوجي مش محتاجه فكاكه ولا فتاكه زي ناس مش محتاجة فتاكة خالص، يعني ده ستار توبولوجي صح؟ لكن ايه رأيك لو انا قلت لك ان الراجل ده لما بيجي سند داتا، تعالى رقم الديفايسز دي او النودز دي 1 2 3 4، ايه رأيك لو انا قلت لك ان الراجل ده لما بيسند داتا الديفايس ده ما بيقراش الادرس بتاعها ويقرر مثلا يعني انه هيخرجها هنا؟ لا، ده الديفايس ده دائما وابدا بياخد الداتا بتاعت الراجل ده ويطلعها كده، ثم الراجل ده يرجع الداتا مره تانية للديفايس اللي في النص اللي هياخد الداتا ويبعتها لتلاتة. شفت ياخد الداتا يبعتها لتلاتة دي، تلاتة هيرجع الداتا مره تانية للديفايس اللي ما نعرفش اسمه، خلينا نسميه اللي ما يتسماش، وهيوديها لاربعة، اربعة هياخد الداتا مره تانية ويرجعها للديفايس اللي ما يتسماش،
عشان يوديها مره تانية ل1 وهكذا. هو البيهيفير ده مش بيفكرك بحاجه؟ ها الاخ اللي في اخر الكلاس بيقول لي ده شبه الرينج. اه فعلا فعلا ده شبه الرينج. يبقى رغم ان انا فيزيكالي لما ابص على النتورك كده اللي انا شايفه ده شايف ستار توبولوجي، لكن الحقيقه هي بتشتغل وكانها رينج توبولوجي. وكانها ايه؟ رينج توبولوجي. يبقى الرسمه دي بنقول عليها ايه؟ لو عندي جهاز بيعمل الوظيفه دي، وبالمناسبه كان في زمان جهاز بيعمل الوظيفه دي كان اسمه ماو، مالتي اكسس او مالتي ستيشن اكسس يونت، كان هو بيسبورت فكره التوكن رينج. لكن توكن رينج لوجيكال، لوجيكال توبولوجي رينج، لكن فيزيكال توبولوجي ستار. لوجيكال توبولوجي رينج لكن فيزيكال توبولوجي ايه؟ ستار. طيب ايه رايك لو عندي ديفايس في النص شبه الديفايس اللي فات؟ ماشي مركز معايا والدنيا مرسومه كده 1 برضو 2 3 4. طيب الراجل 1 ده كان عاوز يسند الداتا ل 4، الجهاز اللي في النص ده ولا بيفهم ولا بيقرا، بتجيله داتا من واحد بيقوم باعتها للكل سلكه يعني مشترك. اه هو انت مش فاكر ان كان عندنا توبولوجي غير الستار، غير الفيزيكال ستار اللي قدامي ده، لا توبولوجي تاني. كان ده البيهيفير بتاعه؟ اه كان مين؟ كان الباص. الله ينور عليك، كان الباس توبولوجي فعلا. الباس توبولوجي هو الحقيقه الديفايس اللي في النص ده حاجه ضامي، حاجه فيزيكال، حاجه لير 1، حاجه ما بتفهمش يعني ليها فايده طبعا، فايده انها توصل الناس دي ببعض، لكن ما هياش سمارت انف انها تقرا الادرس وانها تحدد البورت اللي هتطلع من عليه الداتا، فبتقوم مخرجه الداتا من على كل حته. اه هو كان في كده؟ اه كان في زمان جهاز الحمد لله رب العالمين انه انقرض، كان جهاز ده اسمه هب. كان الهب ده بيعمل كده. الحقيقه هو مشترك او سلكه، حاجه لير 1، حاجه ما بتقراش، بياخد داتا من بورت، كل اللي بيعمله انه بيعمل لها ريبيت او ريجنريت، بيكريت الداتا مره ثانيه لكن بيحسن الكهرباء، لو كان حصل لها اتنيويشن شويه، لو كان الفولتج بتاعها قل يرجعه لقيمته الاصليه. خد بالك اوعى تقول امبليفاي، امبليفاي غير ريجنريت غير ريبيت. امبليفاي يعني لو هي فيها مثلا عيب زي كده، مثلا حته نويز فوق كده طالع على الداتا، امبليفاي معناها انه هيكبر الداتا وهيكبر النويز، صح؟ لا، لكن هو بيعمل لها ريجنريت، بيعيد انتاجها مره تانية، يعني بيريموف اي نويز موجوده فيها وبيرجع الفولتج لقيمته الاصليه. طيب يبقى انا كده اعتقد ان انت هتقدر تفرق كويس ما بين الفيزيكال توبولوجي اللي انت لما تيجي تبص كده على النتورك تلاقي النتورك ليها شكل معين، ده اسمه الفيزيكال توبولوجي، واللوجيكال توبولوجي او اللوجيكال توبولوجي معناه الطريقه اللي النتورك بتشتغل بيها، اللي هي احيانا تبقى شبه الفيزيكال، لا خصوصا مع الستار، مع المش، مع الرينج زمان قوي بس الرينج مش بالماو، او ممكن تبقى مختلفه، اللوجيكال توبولوجي يكون مختلف شويه عن الفيزيكال توبولوجي. اخر سلايد موجوده معانا في البرزنتيشن ديت اسمها التايبس اوف فيزيكال كونكشنز، انواع الفيزيكال كونكشنز. يعني انا مش شايف الموضوع فيه اي اختراع، بيقول لك ان الميديا الوسط اللي بتمشي عليه الداتا اما كابر اما اوبتيكال اما وايرلس. كابر زي كونكشنز الدي اس ال، الاي او الفي او الاس اتش دي اس ال، في حاجه اسمها الكيبل مودم، تكنولوجي يعني مشهوره خصوصا في بعض الدول اللي في اوروبيه وفي امريكا، عندنا في يعني عندنا في مصر في اماكن معينه للانفراستراكشر فيها حديثه قوي لكن مش من زمان. كيبل واحد بيبقى رايح للمكان للهوم، كيبل رايح للهوم، الكيبل دوت الحقيقه بيبقى واخد الكاستمر عليه انترنت وواخد عليه تلفزيون اون ديماند تلفزيون وكمان عليه فويس اوفر اي بي، لكن انترنالي جوه المدينه او المكان اللي هو فيه.
الكونكشن الكبر دي برضو ممكن تبقى سيريال كونكشن، لو كاستمر واخد E1 من بورت سيريال بنسميه الكاستمر ده عنده سيريال كونكشن، برضو بيبقى على كابل نحاس عادي. ظهر في الحقيقة في الفترة الأخيرة حاجة اسمها الفايبر تو ذا هوم، يعني لا هو الباندويتس اللي بيسبورتها الكبر ما عادتش كفاية، احنا عايزين نجيب لغايه البيت فايبر، كاستمر عاوز ياخد له جيجا، هدي له جيجا انا ازاي على كابل نحاس؟ لا عايز ياخد 10 جيجا، عاوز ياخد شويه جيجات كده، لا هنودي له فايبر لغايه البيت. وان كان الحاجات دي كوستي شويه خصوصا عندنا في بلادنا، يمكن في بره تكون في الغرب يكون الدنيا دي احسن شويه، او يكون الوسط في الحقيقه الوسط بقى يعني الميديا. بصوا كلمه وايرلس هنا عارف الادق كان يقول لي ان الميديا هو الاير الهواء، هو مش الاير قوي يعني، بس هو عايز يعني حب يبسط الفكره، عايز يقول انه لو ما فيش ميديا، ما فيش ميديا يعني انا بنقل في الهواء او حتى في الفراغ، بس الحمد لله احنا عندنا كوكب الارض فيه هواء يعني ما عندناش فراغ ولا حاجه. ففي الوايرلس تكنولوجيز هتظهر تكنولوجيز تانية زي الواي فاي، زي الموبايل داتا كونكشنز، ال 3G واليو ام تي اس والكلام بتاع شبكات الموبايل او شبكات الواي ماكس. برضه هو سهل لي الموضوع عشان خاطر بس ابقى فاهم، لما اشوف كابل ستريت كده ده معناه ان ده كابل نحاس، لو الكابل ده كان عليه العلامه دي كده يبقى هو كابل نحاس، بس سيريال. الكابل اللي جوه منه السهمين دول معناه انه فايبر، ولو سهمين معناه انه بروتكتد، لو سهم واحد معناه انه ان بروتكتد. والزجزاج دوت او معرفش اسمه ايه، الزجزاج ده معناه ان دي كونكشن وايرلس. وايرلس بقى مش لازم تبقى واي فاي، ممكن تبقى واي فاي، ممكن تبقى واي ماكس، ممكن تبقى 3G او موبايل كوميونيكيشن. دي كانت اخر سلايد معانا النهارده، والسلايدز اللي باقيه دي سامري الاثنين دول. اتمنى يكون الموضوع فاتكم، هنلتقي قريبا جدا ان شاء الله في ليسون 3. شكرا لكم على استماعكم واهتمامكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.